السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبث عليكم الآن هذا الفيديو الذي سبب في حبس اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزينب الذين أرعبوا وأخافوا من توم التي تبلغ من العمر سنة ونصف. أنا قلت ذلك سابقا أن هذا اليوتيوبر يجب أن يسجن، والذي أقام الدنيا وأقعدها على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بما فعلوا ابنتهم هو الذي سترونه بهذا الفيديو القادم، والذي حرك الرأي العام لمصر، حرك الشرطة، والذي طلب منهم أن يحبسوا هذا الرجل ولا يخرجونه من السجن، لأنه يجب أن يكون عبرة لمن لا يعتبر. انظروا إلى الفيديو. الحكومة، وبقولها علني، بحذر الحكومة، لو الواد ده يساب في أبهات وأمهات تافهة كتير ممكن يعملوا نفس اللي هو عمله هو ومراته في بنته، وناس تانية ممكن تعمل ده. يجب أن يكون عبرة لمن لا. أحمد حسن وزينة دلوقتي بيتحقق معاهم في النهاية. الحكومة الحمد لله تأثر من شخصية كانت على التيك توك وعلى السوشيال ميديا كانت كتير وبيطلعوا عارية، فالحمد لله الحكومة مبقتش تسكت عنها. هو احنا ليه ساكتين على الاخ ده هو ومراته؟ ليه؟ يعني على اتصال بيه وصلت الفيديو بتاع احمد حسن ده في وقت في قناة احمد حسن عليه وعليه وعلى سينو الصوت ده حد من ادم ما بيحسش. يوتيوب تاني عايز يطلع يبور بره مصر يغلى كام؟ جايب ده منين؟ طبعا كله شاف الفيديو حسن وزينب كانوا يسببوا في قتل طفل. بإذن الله القضاء المصري مش هيسيب حق الطفل، حق الطفل دي اللي فضل كل ثانية بتتعذب من الرعب اللي شايفاه ومش عارف دي مامتها ولا دي مين. يا جدعان لو كل واحد حس إحساس الطفلة دي أقسم بالله أقسم بالله هتطلب فيهم الإعدام. البنت دي كانت بتتعذب كل ثانية.